وللمزيد حول تداعيات الأزمة بين لبنان ودول الخليج على أثر تصريحات وزير إعلام لبنان، ينضم إلينا عبر الهاتف من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية فرانكو عبد القادر. أهلا ومرحبا بك أستاذ فرانكو. أهلا بكم أستاذ الكريم. اليوم وعلى خطى السعودية والبحرين والكويت، على خطى السعودية البحرين والكويت تطالبان السفير اللبناني لديهما بمغادرة أراضيهما، كيف تنظر لتداعيات تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، وهل تخدم لبنان في هذا الوقت الراهن؟ بداية تحية لكم وللمشاهدين الكرام. بالطبع هذه التصريحات هذا الفعل المعادي للدول العربية الشقيقة لا يخدم لبنان أبدا، ولكن اسمح لي أن أقول سيد الكريم إن القرداحي ليس هو الموضوع الأم. نعم. القرداحي هو واحد تركوز الموضوع يتعلق بأمته، يكيل سياسيه وصناع القرار الأعداء لكل ما هو عربي وخليجي خدمة لمصالح إيران، لأن المملكة العربية السعودية ودول الخليج يتصرفون يعني حسب مصالحهم، وهم محق بأي خطوة يقوم يرونها مناسبة فيها. هل نفهم من هذا أنك مؤيد للتصريحات التي أطلقها قرداحي بخصوص الدول الخليج العربي؟ أنا لست مؤيدا أبدا لهذه التصريحات، أنا مؤيد مع أي إجراء تتخذه الدول العربية ضد أمثال القرداحي والبيئة الشقيقة. أنا مع أن تدافع الدول العربية والشقيقة عن مصالحها، تقوم بما بها. نعم أستاذ فرانكو، اليوم رئيس وزراء لبنان السابق سعد الحريري يحمل ميليشيا حزب الله المسؤولية الكاملة عن الأزمة مع دول الخليج، إلى أي مدى ترى أن تصريحات قرداحي كانت مدفوعة بأجندة ميليشيا حزب الله؟ يعني أنا لا أستطيع للأسف أن أعول بشيء أو أجيب بشيء إيجابي عن تصريحات رئيس السابق للحكومة سعد الحريري، لأن السيد سعد الحريري قد أهدى حزب الله في لبنان ما لم تعطيه إيران ولم تستطيع شراءه، وهو الأكثرية النيابية. الحريري قد أهدى مجلس النواب، أهدى الأكثرية النيابية لحزب الله وحلفائه عندما وافق على قانون انتخاب الأكثرية. هذا ليس موضوعنا، الموضوع هناك خارج طريق لسلطة حزب الله وحلفائها لتدمير علاقات لبنان مع كل الدول الصديقة والحليفة والشقيقة، إن كان تبدأ من السعودية أستاذ الكريم ولا تنتهي بتركيا. لبنان غميل وشريكه نظام الملال الإيراني، يعني هذا تدمير الممنهج للعلاقات العربية اللبنانية العربية الأخوية بدأ قبل القرداحي عبر الوزير الأرمني وقبله وأيضا الوزير الصوت. نعم نعم. أستاذ فرانكو، اليوم العراق يعيش أزمة اقتصادية كبيرة، وفي ظل هذا الوضع لمصلحة من إذن يعمل حزب الله في هذه الأزمة في وقت تشهد فيه لبنان أزمة اقتصادية وأزمة معيشية كبيرة وتحتاج إلى إشقائها؟ بمعنى آخر، ما هو سلم أولويات نصر الله وميليشياته؟ تقصد لبنان أستاذ الكريم؟ نعم، اللبنانيين تهم حزب الله مثلما نحن نهتم بالأعياد للهنود الحمر، لنقول لذلك حزب الله لا يهتم البد اللبنانيين ولا بمصالحهم، كل ما يهمه هو فقط أجندة إيران في المنطقة، كيف يستطيع أن على لبنان، كيف يستطيع أن يخضع الشعب اللبناني وأيضا الشعوب الأخرى التي تقع تحت احتلال مخالب إيران في المنطقة. حزب الله ربما هو من يدير، وليس ربما بل بالأكيد بالطبع هو من يدير هذه العملية بعلاقة نعم العربية. نعم.
طيب برأيك أستاذ فرانكو في ظل هذه الأزمات المتتالية والتي يراها البعض مفتعلة، هل ساعد تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة نجيب ميقاتي في حل أزمة اللبنانيين الاقتصادية والمعيشية؟ هذه الحكومة نستطيع أن نطلق عليها أيضا حكومة حزب الله مثل سابقاتها. الحكومات السابقة كانت أيضا تصف أن تقوم أي شيء، ما تحول هذه الحكومة فعله هو فقط تحسين مواقعها لكي تعبر، لكي تقوم وتنجح في الانتخابات، ولكي تعزز موقعها في الانتخابات المقبلة، لكي تكون هي المشرفة على الانتخابات. هذا فقط هو الهدف من تأسيس هذه الحكومة. هذه الحكومة لن تستطيع أن تقدم شيئا. هربت. نعم، من زيورخ مدير المركز السويسري لدعم الديمقراطية الأستاذ فرانكو عبد القادر، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك لانضمامك إلينا.